الله وبركاته، معاك محمد شبراوي وانت بتشوف قناة الصفا والواد والعطور. صباح الفخامة، صباح العطر المميز، صباح العطر اللي بيثبت حضورك في المكان اللي انت بتكون موجود فيه اينما كنت. العطور يا جماعة مستويات بتحدد شخصيتك، شخصيتك لما يكون في شخصية ليها هيبة ليها حضور بتعطر بعطر فعلا فخم بيكون مناسب بالنسبة لك. مينفعش ان انت تكون ليك حضور في المكان وان انت موجود وليك شخصية قوية جدا وتعطر بعطر اي كلام. العطر فعلا بيحدد مسارات كبيره جدا في انطباع الشخص اللي قدامك عنك، وكمان في نفس الوقت انطباعك انت عن نفسك، احساسك ومشاعرك، بيزيد المشاعر ويزيد الاحساس طبعا بثقتك بنفسك، وده شيء مهم جدا، كمان بينعكس كمان على حياتك العمليه، كمان بينعكس على قراراتك، كمان بينعكس على اشياء كتير جدا في حياتك وفي تعاملاتك في اليوم. عشان كده انا جايب لك النهارده دهن عود من براند متميز فعلا. اتكلمنا عن البراند طبعا في فيديوهات كتيرة جدا عندنا، براند كلنا نفتخر بيه، عبد الصمد القرشي. عبد الصمد القرشي من البراندات المميزة جدا في عالمنا العربي اللي بتقدم فعلا فخامة وعطر فعلا، فعلا هم سادة العطر الملكي، يعني العطر اللي انت بتستخدمه. بس اهم شيء ان انت تكون بتختار العطر بتاعك بناء على الحدث بتاعك، بناء على المناسبة اللي انت رايحها كمان، فده طبعا بيفرق كتير جدا معاك. بناء على الحدث تختار العطر، بناء على الحدث تختار العطر، بناء على المكان اللي انت رايحه، بناء كمان على يعني انت عايزه ايه، سواء صباحي او مسائي، سواء شتوي او صيفي. العطور انواع يا جماعه. لو انت اخترت صح من عبد الصمد القرشي فبالتالي الانعكاس عليك هيكون صحيح. العطور لما بيتم تصميمها يا جماعه ما بيتمش تصميمها بشكل عشوائي، بيتم تصميمها بناء على الشخصيات مستهدفة. المجموعات دي بتكون ليها انطباع واحد، ليها شخصية واحدة، ليها كمان ميول واحد، فبالتالي بيتم تصميم العطر بناء عليه. يعني لو انا عايز احدد عطر، تصميم عطر نوتات عطرية، النوتات العطرية دي طبعا بتدخل فيها المشاعر، بتدخل فيها الاحاسيس، بتدخل فيها كمان القصة المستوحاة من وحي المصمم، بناء عليه هو بيصمم العطر. العطر اللي معانا النهارده ده موجه للشخصية القوية، شخصية ليها حضور ثابت موجودة. فبالتالي احنا لما بنقول لك ده شخصية قوية أو شخصية ليها حضور ثابت، فالعطر ده مناسب بالنسبة لك، ما ينفعش يكون مناسب ل كعطرك اليومي. هو عطر رسمي في المقام الأول، هو دهن عود كراسنا. دهن عود كراسنا الحقيقة من الأدهان المتميزة جدا. خلينا نتوقف عن دهن العود كراسنا شوية. عود كراسنا ودهن عود كراسنا الأعواد والأدهان اللي بتكون موجودة تحديدا في الهند. الهندي تزرع مساحات كبيرة جدا من الأخشاب بتاع دهن العود، والعود اللي بتستخرج من الهند على مساحات كبيرة جدا، وكلنا عارفين ان اجمل ليه مساحة كبيرة جدا موجودة في الهند. قد يكون معظم او 90% من الادهان اللي بتخرج من الهند بتخرج عن طريق اجمل، ولكن عبد الصمد القرشي بيحتل مكانة كبيرة جدا كمان في الهند. مساحات كبيرة جدا بتزرف عبد الصمد القرشي من الاعواد الخاصة بعبد الصمد القرشي، الاعواد الخاصة، وكمان في نفس الوقت المساحات الكبيرة المصنع بيدخل له شيء مميز. يعني الاعواد دي بتكون عمرها 50 سنة و 30 سنة و 40 سنة، فبيتم فرزها وبيدخل فيه طبعا في الصناعات المختلفة. من التميز بتاع عبد الصمد القرشي ان هو بيحصل على اندر انواع، وفي نفس الوقت التعتيق بيصل لعدد من السنين كتير جدا بالنسبة للادهان. لذلك لما عبد الصمد القرشي يجي يقول لك دهن عود قديم، دهن عود معتق، هو بيكون فعلا دهن عود معتق لعدد من السنين، وفعلا بيكون دهن عود معتق لعدد من السنين. ليه؟ لان نظير الكميه الكبيره اللي هو طبعا بيحصل عليه. دهن عود كراسنا احنا بنتكلم على دهن عود قديم، وفي نفس الوقت نادر من النوادر بتكون موجوده فيها، يرجع عمره كمان لمئات السنين، محطوط في جاروره، الجاروره بشكل مناسب فخمه بتناسب فعلا الشخصيه القويه، ولكن هنا في اضافات بسيطة، ولكن هي كلها مجموعة من الاخشاب. يعني القاعدة العطرية اللي احنا هنشوفها مجموعة دهن عود قديم ودهن عود كراسنا، وكده احنا بنتكلم على نوعين من الادهان. ممكن نخلط نوعين من الادهان يا جماعة في نفس، يعني دهن عود ودهن عود ماليزي او كمبوتي او مروكو، او يعني الادهان نخلطها مع بعض ونحطها، ده بيكون برضو شيء تميز. هو دهن عود ولكن نوعين مختلفين من الادهان، وعبد الصمد القرشي التصميم الخاص بتاعه فعلا بيكون مميز جدا
بالحاجات دي، بالادهان يعني، خلطات الادهان بتكون مميزه. هو هنا ضايف دين عود كراسنا ودين عود معتق قديم، وكمان ضايف الاخشاب خشب العود، وكمان ضايف خشب الوود، نوع من انواع الاخشاب، وخشب الصندل موجود فيه كمان. افتتاحيه العطر معاك هنشوف، بدايه افتتاحيه العطر هتشوف شويه سبايسي، كمان فواكه يعني، حاطط اتنين تضاد مع بعض محطوط فيه الفواكه. الفواكه هنا بتجمع بين الحمضيات، بين البرتقال، بين افتتاحيه العطر اللي انت هتشمها تستريح فيها، هتهدى معاك سريعا ما هيجي لك السبايسي، شويه سبايسي. بعد كده هيقلب معاك دهن العود، وده اللي هيستقر معاك لفتره طويله جدا. العطر شديد الثبات، ليس فقط ثبات ولكن شديد الثبات، مميز جدا خصوصا في الاجواء في الشتاء. طبعا الادهان بتكون مناسبه جدا، بتكون ليها دفى، ليها الاخشاب بتكون مميزه جدا في فصل الشتاء. فعلا العطر من العطور مميزه جدا. خلينا نشوف كمان، احنا كده بنتكلمنا على النوتات العطريه، ولاحظ هنا ان في ترابط بين النوتات العطريه، الترابط العمودي والترابط الافقي. هو هنا حاطط فواكه، والفواكه بالحمضيات بتصير يعني بتطير اسرع، الزبده بيطير اسرع في السبايسي اللي هي موجوده من التوابل. التوابل شويه بيكون فيها الزيت ابطا من التطاير بتاعها. طيب شوف الترابط العمودي، هنشوف السبايسي، هنشوف الخشب الوود اللي احنا اتكلمنا عنه، نوع من انواع الاخشاب، وكمان خشب العود، وكمان هنشوف دهن العود، عود كراسنا عفوا، دهن عود كراسنا كمان في القاعده العطريه. نتكلم على دهن العود وريحه خشب العود، انت يعني انت مركز معايا، دهن العود، دهن عود كراسنا، دهن عود كراسنا مميز جدا. ليه بقى؟ لان طريقه الطبخ بتاعته كمان على الحطب. في طريقتين يا جماعه للطبخ بتاع دهن العود، طريقه الحطب وطريقه الغاز. طريقه الحطب هي الطريقه الاقدم والافضل، وهي مشقه شويه، ولكن بالنسبه للادهان بتطلع دهن عود فعلا متميز، متميز جدا. انت فقط انت تستخرج منه الرطوبه اللي بتكون موجوده فيها، لان طبعا بيتم ترقيده في الميه، فالميه دي بتدي لدهن العود رطوبه. بعد ما بتبخر طبعا، بعد عمليه الغلي، بيفضلوا شعلين نار عليه تقريبا 15 يوم، الى ان بيتم اشعال النار عليه تقريبا 15 يوم بعد استخراج منه الزيوت. كمان بيكون فيه رطوبه، لذلك احنا لازم نشيل الرطوبه دي. في طرق حديثه بيشيلوا بينزع من الرطوبه دلوقتي، الطريقه القديمه اللي كان بينزع من الرطوبه اللي هو التعتيق لعدد من السنين، بيتم تعتيقه طبعا تحت الارض وفي مكان مظلم، واشياء كتير جدا بتتم عمليه التعتيق. في ناس بتفضل الطريقه دي، وما زال كمان عندهم تعتيق من الادهان لفترات من السنين، 10 سنين 15 سنه. وفي ناس بتستخدم الطريقه الحديثه، الطريقه الحديثه برضو مميزه، يعني بتنزع فعلا الرطوبه منه. طبعا كل ما العلم تقدم، كل ما في طرق حديثه بتخرج ليه. ده دهن عود كراسنا. دهن عود كراسنا كمان في عود كراسنا، العود كراسنا نفس النكهه بتاعت دهن العود، بتاعت خشب البخور، اشعال البخور، نفس النكهه دي موجوده، استخرجوها من الاعواد. نفس النكهه دي هي كمان موجوده في اضافه. انت كده بتتكلم في دهن عود، وفي عود، وفي عود صندل، خشب عود صندل، وكمان خشب عود كراسنا، وكمان دهن عود مختلف تمام، يعني هندي برضو، بس دهن عود غير كراسنا، دهن عود قديم يعني. طيب انت كده بتتكلم على دهن عود سيوفي قديم، انت كده بتتكلم على مجموعه ادهان ومجموعه اخشاب. فتخيل كده العطر معاك هيطلع ازاي. لا هيطلع عطر فعلا، عطر مميز. سريعا انا عايز اقول لك، لو انت حابب ان انت تحصل على عطر باذن الله، كمان هسيب لك الرابط اسفل الفيديو تقدر تحصل عليه، في خصومات وعروضات كمان تقدر تسجل معانا تحصل عليها من عبد الصمد القرشي وشركات تانية، ليس فقط عبد الصمد القرشي. كمان لو انت استخدمت دهن عود كراسنا، يا ريت تسيب لنا رايك في الكومنتات. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.